للكابتن احمد فواز مقدم برنامج ملاعب بلدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا رب. كل سنه وانتم طيب يا كابتن. عليكم وعلى مصر كلها وقناه الصحه والجمال كده خاصه. كابتن احمد فواز، طيبا دايما كنا متابعين حضرتك في الشهور الماضيه، تمام، وبرنامج بسم الله ما شاء الله من افضل البرامج الرياضيه على القناه، بل اكثرها شعبيه يعني ومشاهده كمان. وانا ذات نفسي بتابع هذا البرنامج للحياديه اللي فيه والتقديم الرائع اللي فيه والتقديم والمحتوى المحترم. والله كله بفضل ربنا، ويعني بفضل رجاله وكثر العمل قناه الصحه والجمال. وطبعا ان شاء الله كده باذن الله البرنامج يعني الحمد لله في استمراريه على مدار 4 سنوات الحمد لله بدون انقطاع، وان شاء الله باذن الله يكون في تطور دائما في البرنامج ان شاء الله باذن الله يكون هادف لجميع الرياضيين باذن الله. ده من غير حضرتك ما تقول، يعني احنا شايفين ولامسين البرنامج بسم الله ما شاء الله. بقول لحضرتك انا بتابعه خصوصا برغم انا مش رياضي، لكن المحتوى المحترم اللي حضرتك بيقدمه بيرغمني ان انا اتفرج عليه. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك يا رب. كابتن احمد، الرؤيه المستقبليه حضرتك عايز تطور تطوير معين في البرنامج في الشهور الماضيه وفي الايام الماضيه، في الايام القادمه، اسف، في الايام القادمه حضرتك شايف رؤيه معينه؟ والله حاطين هدف معين باذن الله اللي احنا يعني نستحدث حاجات جديده تليق ببرنامج ملاعب بلدنا وتليق بقناه الصحه والجمال باذن الله في الايام المقبله، ومفاجات خاصه لبرنامج ملاعب بلدنا بعد ايام العيد المبارك باذن الله. كابتن احمد، يعني حضرتك بتوعدنا ان في مفاجات بعد العيد ان شاء الله تعالى؟ باذن الله ان شاء الله. باذن الله كابتن احمد، ودايما في تقدم واستمرار في التقدم دائم ان شاء الله تعالى. ونشوف حضرتك قريب جدا على المستنين حضرتك، متشوقين لرؤيه برنامج حضرتك حقيقه يعني. الله يبارك لكم يا رب. الله يكرمك. كل سنه وانت طيب، ومتشكرين جدا على هذه المداخله الجميله. متشكرين جدا. وانتم بالصحه والسلامه. مشاهدينا الكرام، كان معنا على الهاتف كابتن احمد فواز مقدم برنامج ملاعب بلدنا من افضل البرامج الرياضيه شفتها في حياتي حقيقه يعني. متشكرين جدا كابتن احمد.